السلام عليكم، ازيكم؟ اتمنى تكونوا ان شاء الله يعني انبسطتوا بمحاضره الدكتوره اسماء. هي فعلا كانت فروتفل جدا يعني، فاتمنى ان هي تكون كويسه، وانا هحاول ما اطولش عليكم خالص. يعني هحاول ان انا كده كده معايا 10 سلايدز هنخلصهم بسرعه ان شاء الله. اول حاجه انا مش هعيد بقى الانترودكشن تاني وليه احنا بنعمل ريبور والحاجات دي، هنعدي على الحاجات دي بسرعه جدا. دي الاجنده بتاعتنا النهارده، هنتكلم انترودكشن بسيطه خالص، هنتكلم هل الريبورت ده سكيل انت بتكتسبها ولا دي اكسبيرينس كده كده مع الوقت هتبقى عندك من الشغل. هنتكلم فرق ان انا ابني ريبور مع حد نورمال مش حد بيشنت يعني، ومع حد بيشنت وعنده السيمتومز بتاعتنا في سايكايتري. هنتكلم عن بعض التكنيكس اللي بتساعدنا فعلا ان احنا نبني ريبور كويس، وهنحط سمري في الاخر. تمام، تمام. بالنسبة للإنترودكشن، يعني أنا لما اقترحت عليهم فكرة إن إحنا نتكلم عن how to build rapport، كان بالنسبة لي الموضوع أنا حابة فعلا إن أنا أشير مع الناس حاجة زي كده، وفي نفس الوقت أنا عارفة إن يعني الإكسبيرينس بتاعتي في سايكايتري مش هتبقى كبيرة قوي زي حد شغال بقاله سنين. فدكتورة أسماء تطوعت مشكورة وقالت إن هي هتبقى معاها البلك اللي هو محتاج الإكسبيرينس بتاعت الشغل أكتر، وأنا هحاول أركز أكتر على الكوميونيكيشن سكيلز مع إكسبيرينس بسيطة اكتسبتها من خلال الشغل مع البيشنتس دول. أول حاجة، أنت وأنت بتبني رابور الأهداف بتاعتك حاول إن هي تبقى بتغطي الثلاث حاجات دول. أنت بتتعامل مع مجموعة من الناس، الناس دي فعلا بتسافر بشكل رهيب جدا في معاناة، فانت ممكن تحتسب نيه ان انت بتخفف عنهم وعن اهلهم ان هو اتحط في ابتلاء صعب، وانت بس بتحاول ان انا هكون يعني معاون ليك في الابتلاء ده. فان انت تستحضر نيه زي دي، ده هيساعدك جدا، هيساعدك لما تبقى مضغوط، لما تبقى حاسس ان الظروف اللي انت بتشتغل فيها مش احسن حاجه، لما تبقى حاسس ان الدنيا ملخبطه ومكركبه، هيساعدك النيه دي في ان انت مش هتبقى حاسس ان المريض هو كمان عبء عليك. يعني اللي هو هتعرف تفصل كده ان ده مريض ملوش ذنب، وان انا المفروض اساعده، وان انا حتى لو مش لاقي مقابل مادي واضح قدامي لده، فانا عارف ان انا يعني ورايا هدف اكبر من ده، وان انا بعمل حاجه انا كده ان شاء الله هتعود عليا بالنفع. تاني حاجه، نتعامل مع البيشنت ده كانسان. هو المشكله ان السيمتومز بتاعت السايكاتريك بيشنتس تبقى فعلا بالنسبه لنا حاجات اكستريم جدا، وبنبقى مش فاهمين يعني طب انت اصلا يعني عندك نفس المشاعر بتاعتنا ولا لا، والافكار الغريبه بتاعتك ده لو حد لسه بيبدا، يعني لو حد لسه مش مدرك بقى السايكوباثولوجي بتاع الاعراض ومش فاهم وتعاملش مع حالات كتير. فانت في الاول في الاخر تعمل معاه كهيومن بينج. ممكن يبقى جاي لك شعره منكوش ومش مستحمي بقاله سنتين ثلاثه ومش عارفه ايه، فانت بالنسبه لك اللي هو برضو الحاجات دي شوكينج ليك لو انت في الاول او انت مش قادر تفهمها. بس انت لما تدرك ان ده انسان وان هو وصل للحاله دي بسبب ظروف مرضه، هتبدا ان انت تشو امباثي، وده هيساعدك في ان انت تبني الرابور معاه. تالت حاجه بقى اللي هو على المستوى البروفيشنال، انت كل ما هتبني رابور افضل مع البيشنتس، وكل ما هتبقى معروف ان انت شخص البيشنتس بيثقوا فيه وبيتعاملوا معاه كويس، ده هيعود عليك بالنفع المادي، صح؟ يعني هتلاقي بقى ان هو معروف ان الدكتور ده كويس، المرضى عايزين يجوا عنده، فهنلاقي ان احنا المنافع بتاعت ان انا اتعلم ابني رابور كويس هتبقى ليها جوانب كتير. طيب هل هو سكيل ولا اكسبيرينس؟ يعني حد يقول لنا كده، ان انا اتعلم مهارات الرابور دي مجرد مهارات انا بتعلمها وخلاص، ولا دي حاجه بتيجي بالاكسبيرينس؟ الاثنين، صح؟ يعني انا ممكن حد هي كده سكيل انت بتتعلمها، بس الاكسبيرينس هتفضل ان هي تنمي لك السكيل دي وتخليك تبقى بروفيشنال اكتر وانت بتستخدمها. لكن ما ينفعش اقول ان انا بالاكسبيرينس بس هعرف اعمل رابور كويس. هنلاقي ان الناس بتشتغل بقالها فتره وستيل عندها مشكله في ان هي تبني رابور كويس، رغم ان هو ممكن يكون ساينتفكلي عنده معلومات اكتر بكتير من حد تاني، ممكن يكون شاف عدد حالات كبير جدا، بس ستيل هو مش قادر ان هو يبني رابور كويس. ليه؟ لان هو مش حاطط في دماغه ان دي سكيل انا محتاج اكتسبها زي ما انا بكتسب المعلومات بالظبط. طيب هل في فرق وانا ببني رابور مع حد عادي والبيشنت بتاعنا بالذات في السايكايتري؟ اكيد في فرق، صح؟ احنا بنتكلم عن بيشنت عنده سيمتومز مختلفه، عنده ديلوجنز، عنده الايموشنز بتاعته فيها يعني انستابيليتي او مش عارف يعملها ريجوليشن بشكل كويس. يعني هنلاقي في عوائق كتير بتخليه مختلف عن الشخص العادي وانا بعمل معاه برابور. يعني
طب هنحتاج برضو فولنتير تاني هتكلم معايا، يعني كأني بتعرف عليه، يعني انا عايز حد معرفوش قبل كده. حد بس يتفضل معانا هنا دقيقة. هاي، لا ما انا عارفاكي، احنا عينينك المهمة اتقل. طيب اتفضلي. دلوقتي انا فعلا ما اعرفهاش قبل كده، تمام؟ فانا المفروض ان انا هتعرف عليها وهي تتعرف عليا وهنبني رابور، صح؟ ازيك عامله ايه؟ انا جاي النهارده قالوا لي في محاضره فكنت هحضر فيها وكده. انت كمان جاي تحضريها؟ تمام. اسمك ايه بقى؟ نهاد عصام. نهاد، فرسايده نهاد. وانا اريج. انت منين اصلا يا نهاد؟ انا بحيره. انا من المحله غربيه، يعني اعتقد المحافظتين قريبين من بعض. تمام. انت عايشه هنا مع اهلك ولا انت بتيجي وتسافري ولا؟ تمام، يعتبر زي يعني. انت بتشتغلي ايه؟ ايه؟ تمام، دكتوره. على فكره انا كمان بشتغل دكتوره. تمام. طيب شكرا ليكي. وعلى فكره ان احنا هنا عملنا ايه، ان انت بتحاول ان انت تعرف على شخص ما انت ما تعرفوش قبل كده. البودي لانجوج بتاعتك، الاسلوب اللي انت بتبدا بيه الكلام، كل الحاجات دي هتفرق. يعني تخيل كده مثلا انا حد ما اعرفوش، اللي هو انت جايه ليه النهارده فجاه كده، يعني اللي هو انا دخلت اللي هو في ايه، سلام عليكم طيب الاول او اي حاجه. ففكره ان انت بتبني رابور مع حد، يعني في حد قال ان انت ممكن تستخدم الاسئله دي لو انت عايز تبني رابور قوي مع شخص نورمال، ان انت ما تبداش على طول دايركت كده تساله انت بتشتغل ايه، انت جاي النهارده تعمل ايه، يعني ما تدخلش كده في اسئله كان احنا عارفين بعض من زمان. في حاجات كده اللي هو بتعمل ايس بريكنج ما بين الناس. فانت ممكن تبدا تساله عن الهوم اللي هو انت جاي منين، انت يعني مثلا، خصوصا لو حد مثلا من بلد مختلفه، لو مش عارفه ايه الحاجات دي، اكتر الحاجات اللي بتبدا تعمل ايس بريكنج كده. فانا هقول له انت جاي منين، طيب زي مثلا سالتها عايش مع اهلك ولا لا، مش عارفه ايه، بتبدا تحسسه ان انت يعني انت كيرنج يعني بيه كشخص وبالظروف اللي واجه منها الاول. تمام. بعد كده تبدا بقى تساله طيب انت مهتم بايه، طب انت جاي تحضر المحاضره ليه، عشان كذا، طب وانا عشان كذا، فنبدا نلاقي حاجات ميوتشوال ما بيننا، فيعني يبدا يبقى في رابور ما بيننا اكتر. وبعد كده ممكن بقى اساله عن الشغل، ما يبقاش اول سؤال بساله اللي هو انت بتشتغل ايه. تمام. وبعد كده ممكن بقى عشان يعني اوطد الريبور اللي انا بنيته ده، ابدا بقى اساله اللي هو فيوتشر بتاعه كده، انت طب انت بتخطط لايه، ناوي تعمل كذا، مش عارفه ايه، اللي هو يحسسنا ان في حاجات اللي هو ممكن نبقى متشاركين فيها اكتر وابعد، فده يخلينا قادرين احنا نبني ريبور بشكل افضل. طيب ده مع الشخص اللي هو لسه يعني، او اللي هو الحمد لله تمام ما عندوش مشكله. طيب انا لسه لا ان شاء الله هيفضل كويس. لكن لو شخص بقى اوريدي هو جاي اصلا بديستربنسز على مستوى الثوتس والفيلينجز والبيهيفير بتاعه، انا مش هعرف ادخل الدخله دي على طول، دي ممكن احتاجها قدام. بالمناسبه الرابور هو صحيح انت بتبنيه من اول مره، بس انت بتحتاج ان انت يعني تفضل محافظ على البناء ده وتزود فيه مع الوقت. لو انت سبته كده على اول مره وخلاص هيقل شويه، لكن او لو انت عملت حاجه تكسره هتضيع اللي انت بنيته في الاول. فممكن بعدين استخدم معايا حاجات زي دي. طيب بالنسبه بقى للتعامل مع البيشنت عندنا في السايكايتري، المفروض ان انا هبني رابور ازاي؟ اول واهم حاجه ان انت محتاج اصلا تاندرستاند يور سيلف. مش كلنا لينا نفس الكوميونيكيشن سكيلز، مع الاعتبار ان احنا كلنا مطالبين ان احنا ننمي الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتنا، بس احنا البيرسوناليتيز بتاعتنا مش كلها زي بعض، في اختلافات ما بيننا. فما بقاش حاطط في عيني ان انا عايز اتعامل زي فلان عشان فلان شاطر في التعامل مع البيشنتس بالطريقه الفلانيه. دي مناسبه لشخصيته للكاركتر بتاعته، لكن ممكن ما تبقاش مناسبه بالنسبه لي. لو انا جيت استخدمها مع البيشنت هبان ان انا مش شخص حقيقي، ان انا بتصنع حاجه، فده هيبقى اول حاجه بتكسر الرابور بيني وبين البيشنت. فاول خطوه عشان ابني رابور كويس، انا محتاج اعرف نفسي، اعرف هل انا اصلا انتروفيرت ولا اكستروفيرت، هل انا شخص جود ليسنر ولا لا. طب انا لو مش جود ليسنر اشتغل على المهاره دي ازاي، او اعوضها بحاجه تانية، سكيل تانية تقرب مني بيني وبين البيشنت. فاول حاجه ان انا محتاج اشتغل على نفسي. تاني حاجه السايكوباثولوجي مهم. انا لما اكون فاهم الاعراض بتاعه المريض دي جت ازاي، او هو بيعاني من ايه، انا هعرف اشو امباثي غير لما اكون انا مش فاهم. انا بالنسبه لي هو جاي يقول حاجات غريبه. هنستاذن بقى هبه ان هي تساعدنا. هبه هنستاذنك تخرجي بره ثانيه واحده بس وتدخلي تاني. تمام.
تمام، دلوقتي ده قلم صح؟ احنا لما هندخل هنسأل هبة ده ايه، وكلنا هنقول ان ده موزة. تمام، احنا يعني سوري اللي احنا نعمله في هبة، بس احنا يعني هنعمل زي تجربة بسيطة كده بتوضح حاجة معينة بالنسبة للبيشنت وبالنسبة لنا. طيب حد بقى ينادي الهبة؟ سامحينا يا هبة، اتفضلي معانا كده. هبة دلوقتي احنا عايزين نسألك ده ايه؟ ده ايه يا جماعة؟ حد شايف ان هو قلم؟ تحبي تغيري اقوالك؟ لا هو قلم. هو قلم، تمام، شكرا جدا، اتفضلي. ده بالظبط مثلا مثال بسيط على اللي بيحصل مع البيشنت. الديلوجنز بتبقى عنده دي فولس فيكسد بليف. انا بالنسبه لي دي موزه مش قلم، يعني احنا هنعكس بقى. هو بالنسبه له شايف دي موزه، وكل الناس اللي حواليه بتقول له لا ده قلم. طب يعني ايه المشاعر اللي عندك يا هبه كده لما انت بتقولي ان ده قلم وشايفاه ومقتنع ان هو قلم، وكل الناس اللي حواليكي بتقول لك لا دي موزه؟ بس في الاخر تمسكتي برايك. ليه؟ لان البرسبشن بتاعك بيقول لك ان هو ده قلم مش موزه. هو البيشنت بيبقى كده، هو البيشنت شايف الحاجه اللي قدامه بالطريقه اللي هو مستقبلها بالبرسبشن بتاعه بالشكل ده. فانت يعني ما ينفعش ان انت تحاول تعمل ريزيستنس تجاه ده. ده غير ان بيترتب على الثوت اللي عنده ده، وفي البرسبشن دلوقتي عنده ثوت ان ده اسمه كذا، فده تولد عنه فيلينجز. تخيل انت مقتنع بحاجه وكل الناس عماله تقول لك انت غلط وانت مش شايف غيرها، الفيلينجز اللي هتكون عندك هتبقى عامله ازاي؟ طيب انا كدكتور انا المفروض بفاليديت الفيلينجز مش بفاليديت الفكره. يعني هو عنده حق ان هو يحس بالمشاعر دي، هو دي الفكره اللي عنده وترتب عليها المشاعر الفلانيه، فانا لازم افاليديت المشاعر دي. دي اول حاجه هتخليني اصلا اكسب البيشنت بتاعي، وهنتكلم عن النقطه دي كمان شويه. بي ا جود اوبزرفر، يعني احيانا كده في حاجات انت البيشنت داخل، فانت وهو داخل لقيت حد شتمه او حد مثلا عمل معاه موقف معين او كده. انت لو بتوبزرف البيشنت قبل ما يدخل لك، فانت ممكن من قبل ما تساله عن اي حاجه تقول له مثلا انا عارف ان انت متضايق عشان حصل كذا كذا كذا. انت اوريدي اخذت الفيرست ستيب وحسسته ان انت في صفه من قبل ما تساله عن اي حاجه، ومن قبل ما تحسسه ان هو في استجواب او ان هو بص ما صحي من النوم. للاسف اغلب البيشنتس وخصوصا اللي بيبقوا جايين متهيجين، هو فجاه لقى ناس بتكتفه وبتربطه وجايبه على المستشفى، وانت بالنسبه له بقى اللي هو انت معاهم ولا ضدهم ولا انت هو مش فاهم. هو بالنسبه له شايف ان هو بيتعاقب على جريمه ما عملهاش. تمام، develop الكوميونيكيشن سكيلز. دي بقى نقطه مهمه، كل ما كانت الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتي كويسه، كل ما ده هيخليني قادر اعمل ايس بريكنج بسرعه مع البيشنت، وهيخليه يقدر ان هو يبقى كونفيدنت اكتر وواثق في نفسه وواثق فيا. لازم احافظ على الاوتونومي بتاعت البيشنت. البيشنت ده اكتر حاجه بتبقى مزعجه بيه. احنا اتفقنا احنا بنتعامل معاه كهيومن قبل ما يكون بيشنت، فانت متخيل ان انت شخص فجاه كده اتسلبت من حقك في ان انت حد يقول لك تعالى، فانت تقول له مش عايز اروح يجيبك بالعافيه، مش عايز ياخد العلاج في حد عايز يديهوله بالعافيه. فكره ان الاوتونومي مسلوبه منه دي كفيله ان هي تولد عنده يعني مشاعر فيها انجري بشكل رهيب، ان هو يبقى انجر بشكل يعني صعب، وانت لازم تستوعب ده. اخر حاجه بي ذا سيف زون، يعني تخيل هو اصلا البيشنت ده بيكون جاي لك وهو حرفيا كانه كان في ساحه معركه، اللي هو جاي اهله جايبين اخرهم معاه، واللي بيضربه واللي بيزعق له واللي بيقول له ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، الجيران مثلا راحوا اشتكوا عليه، يعني هو جاي بالنسبه له كل الاطراف ضده. فتخيل كده لو انت شخص خارج من معركه كل الناس فيها ضده، ولقى حد يقول له انا معاك انا مش معاه، تخيل اصلا هي الامباكت بتاع ده هيكون ايه على البيشنت. فاول حاجه ان انت اول ما البيشنت بيدخل لك انت بتحاول تحسسه ان انت في صفه، وبتحاول تحسسه ان هو ليه اوتونومي، اعتذر له عن الطريقه اللي هو جه بيها، فهمه ان هم معلش هم يعني خافوا ان انت تاذي نفسك فاضطروا يعملوا كده. انا برضو مش هطلع الاهل هم اللي وحشين والناس اللي حواليك وحشه فعلا وانا بقى الشخص الطيب الكويس عشان ابني معاك رابور كويس، لا انا هحاول ان انا يعني الاقي اكسكيوزز كده نوعا ما للاهل او للناس اتعاملت معاه وحش، واحسسه ان هو من حقه ان هو يغضب ومن حقه ان هو يبقى زعلان، وابدا اتكلم معاه واحده واحده. طيب هنحكي بقى قصه صغيره خالص بتاعت ايميلي. ايميلي دي كانت سايكولوجيست، وهي كانت بتشتغل مع البريزونرز. تمام، يعني هي وظيفتها ان هي تعمل رابور مع البريزونرز. ف
فتخيل ان انت تعمل رابور مع بيشنت اسهل ولا انت تعمل بقى مع حد بقى جاي مرتكب جرائم وعامل مصايب وهو شخص سليم مش شخص مثلا عنده عذره، مين اللي هيبقى اصعب؟ اكيد البريزونر. فهي حطت يعني قالت كده في فور مودلز كده للتعامل مع الشخص عشان تبني معاه رابور كويس، وده طبعا هيختلف بقى على حسب الخلفية اللي ورا الشخص ده جاي مثلا هو بريزونر غير لو هو جاي مثلا شخص سايكايتريك بيشنت او بتعرف على حد او كده. هي عملتهم في صورة اربع حيوانات. اول حاجة المونكي فريندلي اند كوبراتيف مونكي، دي اول طريقة ممكن استخدمها في ان انا ابني رابور مع البيشنت. فكرة ايه؟ ان انا هحاول نحسه ان احنا اصحاب وان احنا بنتعاون احنا الاثنين عشان نشوف ايه المشكلة اللي انت جاي فيها دي وهنحلها ازاي وهنطلع منها ازاي، بس في نفس الوقت بحافظ على فكرة ان لا احنا مش هن يعني مش هنكسر بقى كل القواعد بتاعت البروفيشناليزم وان انا بقى خلاص كأننا فعلا قاعدين مع بعض على المصطبة. لا، انت بتحاول ان انت تبقى كوبراتيف وفريندلي معاه، بس وانت بتحافظ برضو على الحدود بتاعت الريليشن شيب، ان انا دكتور وهنا وظيفتي ان انا ساعد بيشنت، مش ان احنا اتنين اصحاب قاعدين مع بعض على القهوه. تاني طريقه هي البوسي لاين، اللي هو لا الشخصيه بقى اللي هي المسيطره، بس المسيطره هنا ايه؟ مش هتبقى مسيطره على المريض، انا حاسه ان انا مسيطر على الاجواء المحيطه. يعني مثلا ده بيحصل كتير جدا، ان هو البيشنت قال حاجه ما تنفعش، قال لفظ خارج، قال مثلا حاجه متعلقه بالدين او بربنا بشكل مش كويس، فتلاقي اللي قدامه يا يلطشه بالقلم يا يزعق له يا يقول له انت ازاي بتعمل كده. فلا، انا لازم احسسه ان انا اللي مسيطره على المكان هنا وانا اللي مسيطره على الانترفيو دي، اوقف اللي تجاوز حدوده واتكلم بشكل يعني ديسيسيف كده وابقى عارف انا بعمل ايه. فده هيخلي البيشنت يبدا يثق فيا. وهنا بتحصل مشكله كبيره جدا للاسف لما بعض الزملاء يعني بحد فيهم يتجاوز في حق احد قدام بيشنت، دي بتبقى فعلا مش كويسه، لان انت كده بغض النظر عن انت لو حتى مش مسموح لك انت وزميلك لوحدكم ان انتوا تهينوا بعض، بس ما بينكم هتتحل ما بينكم، لكن انت لما تعمل ده قدام بيشنت انت كده مش بس هنت زميلك، انت يعني صغرت صورته وسط المرضى دول او قدام البيشنت ده، فانت كسرت اصلا الرابور اللي ما بينك وما بين البيشنت وما بين زميلك والبيشنت ده. فنراعي جدا النقطه دي، مهما اكون غضبان من حد من زمايلي اصغر او اكبر عمل حاجه ممكن اخده على جنب يعني نتصرف سوا، لكن اراعي ابدا ان انا ما اعملش ده قدام المريض. تالت طريقة هي الباسيف ماوس. هنا لما الاقي، وباسيف هنا مش بتساوي ويك، ان انا مش هبقى ضعيف وحاسس البيشنت ان انا قاعد غرقان في شبر ميه ومش عارف اتصرف، لا انا هحسسه اللي هو يعني ايه، انا سايبك تعمل اللي انت عايزه وتقول اللي انت عايزه وتعمل كده، بس هيحس برضو ان انا قادر اتدخل وقت ما المفروض اتدخل. رابع طريقة هي التيركس، ده نوع من انواع الديناصورات. ده اللي هو لو انا عايز اقول بقى حاجة بشكل فرانكلي كده صريح، يعني دي احيانا موديل في التعامل على حسب البيرسوناليتي اللي قدامي، انا هضطر ان انا اقول الانفورميشن بتاعتي بشكل واضح وصريح، انت عملت كذا كذا كذا. يعني مثلا مريض ضرب مريض في العنبر، هما الاثنين مرضى، بس انا ستيل الحاجه اللي حصلت دي انا مش هقعد بقى الاقي لها مبررات وكده، لا انا اقول له انت عملت كذا كذا وده غلط وده مش مقبول، او هبقى صريحه معاه. او انت مثلا اهلك بيقولوا ان انت عملت الحاجه الفلانيه 1 2 3 4، بس مش بقولها وانا بأتاك، يعني انا مش اللي هو بهجم عليه وبقول له انت غلطان وهنعمل فيك وهنسوي فيك، لا انا بوضح له الحقائق زي ما هي كده بطريقه فرانك. ونلاحظ ان انا برده ما ينفعش ابقى ساركاستك، يعني اللي هو عملت كذا طب ما كنت تعمل كده احسن، واقول بقى حاجه اسوا او علي عليه كده، انا برده ببريك الرابور اللي ما بيني وما بينه. طيب ايه هي بقى التكنيكس بشكل مختصر كده اللي المفروض ان انا استخدمها عشان ابني رابور كويس؟ اول حاجه جود انترودكشن، مهم زي ما دكتوره اسماء قالت ان انا بعرفه ان انا دكتور فلاني فلاني، فيعرف ان انا دكتور، انا طرف محايد، قبل ما كمان احسسه ان انا في صفه على الاقل اوضح له ان انا دكتور، انا لا اهلك اللي جايبينك بالعافيه ولا انا الجيران اللي راحوا اشتكوك في الاسم ولا اي حاجه من الحاجات دي. فان انا اعمل جود انترودكشن وان انا اوضح للعيان السيتويشن اللي هو فيه عامل ازاي واوضح له ان هو ليه حقوقه وان انا بساعده، دي هتبقى حاجه كويسه. تاني حاجه البوزيتيف بودي لانجويج، لو العيان بيكلمني وانا قاعده ببص في الورق وبشاور لحد من التمريض يعمل حاجه وماسكه الموبايل ومش عارفه ايه، مش عامله معاه اي كونتاكت، او قاعده كده قاعده محسه ان انا زهقانه واللي هو يعني انجز عشان ورانا حاجات تانيه كتير او كده، كل الحاجات دي هتحس يعني هتخليه يقفل على نفسه تاني ومش هيحاول ان هو يفتح معايا كلام.
تالت حاجة الاكتف لسننج. الاكتف لسننج مهم جدا، وبرضو زي ما دكتورة اسماء قالت ان هو انا ممكن لو انا ما عنديش طولة بال ان انا اسمع لفترة طويلة ان اكون بعمل فلترينج، وان انا اعمل ريفليكشن كل شوية اقول لعيني انت قصدت كذا لما قلت كذا. يعني انت ممكن ما تبقاش سامع كل الحوار يعني، وانت فعلا خلاص كل انسان برضو ليه طاقة، انت ممكن تبقى مش قادر تركز في كل الكلام اللي هو عمال يقوله، بس انا ممكن اجي كده حاجة مهمة قالها فاروح مثلا اعمل ريفليكشن اقول له إيه تقصد بدي كذا ولا كذا، فيحس ان انا فعلا مهتم وان انا بسمعه. Empathy and respect. أهم حاجة ممكن تخلي العيان يثق فيك هو أن يحس أن أنت يعني معترف له بحق أنه لي كرامة، وأن أنا مش في صف أي حاجة تهينك. حتى لو أنا مثلا هطلب العيان تكتيف عشان هو فعلا agitated أو كده، فأنا ممكن بهدوء أوضح له أن أنا لو سبتك كده أنت ممكن تأذي نفسك أو تأذي حد، فدي الفترة مؤقتة بس عشان نطمن على سلامتك وعلى سلامة الناس اللي معاك، وبعد كده هنقعد ونتكلم تمام. فانا بحسسه ان انا محافظه على الكرامه بتاعته، ان ده مش نوع من انواع العقاب او مش نوع من انواع السلطه ان انا اقدر اعمل فيك اللي انا عايزه، عشان ده هيحسس البيشنت اللي هو او فكره ان هو تحسسه بسلطه. يعني في عيانين من كتر ما هو في ناس بتتعامل معاهم بطريقه اجريسيف وما فيهاش اي نوع من انواع ان هو يبقى فريندلي معاه، فاللي هو تلاقيه بيقول لك تمام يا فندم، حاضر يا فندم، اللي هو بيتعامل معاك كانك في الاسم، اللي هو خلاص هو اسالني وهجاوبك وهعمل اللي انت عايزه تمام. الامباثي في منه ثلاث انواع عشان برضو نبقى قلناها بالمره. في حاجه اسمها كوجنيتيف امباثي. كوجنيتيف امباثي يعني انا قادر اتخيل الافكار والمشاعر اللي عند اللي قدامي، فبالتالي قادر اتعاطف معاها، قادر استوعب في دماغي الافكار اللي عنده تمام. النوع الثاني هو السوماتيك. عارف لما مثلا حد يقول لك ده خد الحقنه حسيت ان انا اللي خدتها، ده نوع من انواع الامباثي، ده سوماتيك امباثي. وفي النوع الافكتيف اللي هو بقى خاص بالايموشنز، اللي هو يعني اللي هو زعلان فانا قادر احس بمشاعري الزعل اللي هو حاسه ده. فالامباثي مهم جدا. الامباثي على فكره سكيل برضو بنكتسبها مع الوقت، بنحاول ان احنا دايما زي ما دكتوره اسماء قالت put yourself in their shoes، يعني حط نفسك مكانه. انا لو حصل فيا الموقف الفلاني انا مشاعري هتبقى عامله ازاي، انا هفكر ازاي، ايه اللي هيضايقني وايه اللي مش هيضايقني. نورماليزيشن دي من اهم القواعد في السي بي تي، خصوصا لما بنتعامل مع مرضى السايكوزس. هو جاي هو بيدافع عن نفسه، هو عارف ان هو بيسمع اصوات، عارف ان هو دي مش حاجه مقبوله ومش حاجه طبيعيه بتحصل لبقيه الناس، فيا اما بينكرها بشده يا اما بيقولها بطريقه اجريسيف. فانت بتحسسه اللي هو ايه، يعني من ضمن مثلا التعامل في السي بي تي مع مرضى السايكوزس، لو انت هتبدا تقول له اوقات طبيعيه ناس طبيعيه ممكن تسمع فيها اصوات وهي قاعده لوحدها. يعني انت مثلا هتقول له لو شخص مش نايم لفتره طويله وسمع مثلا حاجه جنبه، مش احنا احيانا تلاقيك بتبص لجنبك تقول له انت قلت كذا، يعني او اللي هو انت دي حاجات بتحصل. فتبدا تحسسه ان دي اكسبيرينس اي بني ادم ممكن يمر بيها، مش بس عشان انت الناس بتقول عليك مجنون، فهي طبعا مجنون دي بالنسبه له اساءه واهانه، فاحسسه ان دي حاجه تجربه ممكن ناس كتير تمر بيها. فالنورماليزيشن من اهم الحاجات اللي بتخليني اعرف ابني رابور مع البيشنت، ويبدا بقى يحكي لي ويقول لي وحصل كذا. ابدا اقول له مثلا يعني انت بتسمعها بالليل بس ولا الصبح بس ولا مش عارف، يعني اللي هو ابدا اتكلم معاه بالتدريج. الكومونالتيز مهمه، فكره ان انا حاسس البيشنت ان في بيني وبينه حاجات مشتركه، او زي ما دكتوره اسماء عبرت عنها بفكره الديسكلوجر، ان انا هضطر ان انا اقول بعض حاجات عني بحذر عشان بس احسه اللي هو بص انا انسان زيك، انا دكتور وانت المريض وكده، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا اتنين بشر، انا مش بكلمك من برج عالي كده وحاطط رجل على رجل وانت اللي عندك الاعراض وانا زي الفل تمام. فانت بتفهمه ان في حاجات مشتركه ما بينك وما بينه. ماتش فوكالي دي حاجه مهمه، بس اللي يعملها بحذر. ان انا عيان جاي لي داخل متعصب وبيتكلم بتون صوت عاليه جدا، انا لو اتكلمت معاه بتون صوت هاديه او فيها ضحك او فيها هو يعرف في احنا مش اون ذا سيم بيج، هو في حته وانا بتكلم في حته تانية، فهضطر اعمل ايه، هضطر الاول ماتش فوكالي، انا هتكلم معاه بنفس التون بتاعت صوته، بس يبقى عندي السكيل ان انا بقى انزل بينا احنا الاثنين، يعني مش اللي هو اطلع فوق ونفضل بقى نعلي على بعض واللي هو مين همين صوته اعلى، ولا في نفس الوقت اطلع فوق وانا بنزل مره واحده فيحس ان هو اللي انتصر، هو اللي عارف يعني يبقى مسيطر على الموقف. لا انا هطلع معاك اللي هو بص احنا اون ذا سيم بيج، هو انا اعرف على فكره اعلي صوتي زيك، انا مش هقول كده بس دي المسج اللي بتوصله، بس في نفس الوقت طب ما ايه رايك بقى لما نتكلم مع بعض بهدوء ونبدا بقى ننزل التون احنا الاثنين سوا كده، ده هيبقى حاجه مهمه. نو جادجمنت برضو الدكتوره اسماء تطرقت ليها، فكره ان انا جاي لي حد مختلف خالص عن التصور بالنسبه لي الصحيح،
فانا مش المفروض ان انا بعمل جادجمنت. انا على فكره من حقي اعمل جادجمنت للفكره مش للشخص، يعني انا من حقي اشوف ان دي غلط ودي صح، ده حقي. بس هو انا من حقي برضو الانسان اللي قدامي ان هو لاختياراته وعلى حسب الرول بتاعي ايه. انا هنا دكتور، فانا مش وظيفتي ان انا اصلح لك الايثكس بتاعتك او المعتقدات بتاعتك في الحياه، انا وظيفتي هنا دكتور. تمام. طيب الملخص بتاعنا عشان نبقى خلصنا، هو في الاول في الاخر ده انسان قبل ما يكون مريض، فانت لازم تراعي حقوقك كانسان. بي يور سيلف، ما تحاولش ان انت تقلد الباترن بتاع اي حد في التعامل عشان ما تحسش ان انت في الاخر خسرت ان انت تعرف تبني رابور كويس وفي نفس الوقت مش حاسس ان انت مرتاح مع نفسك. بوت يور سيلف ان ذير شوز، اللي هو زي ما اتفقنا هنحط نفسنا مكانهم. جو اون ذا سيم بيج وبريك باترن، عشان اللي هي نفس فكره الفوكال ماتشنج اللي انا قلتها. اخيرا ممكن نجمع الرولز دي في كلمه هير. اول حاجه اتش اونستي، ان انا ابقى امين مع نفسي ومع البيشنت في المعلومات اللي بقدمها له. الاي الامباثي بانواعه اللي احنا قلناها. الاي الاوتونومي، ان انا احافظ البيشنت على الاوتونومي بتاعه. والار اللي هي الريفليكشن، ان انا كل شويه احسسه ان انا برد على المعلومات بتاعته. شكرا ليكم واسفه لو طولت.